اتكلم على ما اتكلمش على لعيب بعينه الحقيقه، هو لكن اتكلم بشكل عام لما سئل عن رمضان صبحي قال بشكل عام، وبعد كده رجع اتكلم عن تغييرات اللي عملها في المباراه. تامر الحقيقه برضو خلينا نتكلم عن الشكل العام اللي انت شفته في هذه المباراه من وجهه نظرك. طيب انا بحب دايما اركن نتيجه المباراه على جنب خالص، عمري في حياتي ما بحلل بموجب نتيجه المباراه. انا مش شايف اي ميزه للنادي الاهلي النهارده عشان ما اضحكش على جمهور النادي الاهلي. الميزه الوحيده النهارده في مكسب النادي الاهلي انه الاهلي وحش عرف يطلع وهو معاه الثلاث نقط، دي الميزه الوحيده اللي انا شايفها. يعني مثلا الميزه مثلا ان انت شفت حسين الشحات كويس النهارده، هل ده بالنسبه لك مش ميزه؟ ماشي، هتعتبرها ميزه؟ مش ماشي، انا بعتبرها ميزه، انا ما اعرفش ممكن انت بالنسبه لك ما تعتبرهاش. انا بتناقش معاك. لو هتكلمني على الشكل الفردي ما انا ممكن اقول لك ايمن اشرف عمل مباراه كويسه، ممكن اقول لك حسين الشحات عمل مباراه كويسه. لو هتكلمنا ممكن اقول لك ميزه بقى، اخلق لك ميزه جديده ان مروان نزل جاب جول. لكن اسلام انا بتكلم على الشكل الجماعي، الكوره ده تيم شغال. انت النهارده لما تيجي تسالني النادي الاهلي اشتغل على ايه، اتحداك لو حد عرف قال لي الاهلي النهارده اشتغل على ايه. قول لي النهارده بلال اتكلم كلام منطقي جدا في الكوره، بتلعب فرقه سنتر باكين بطاحه بطاء جدا، ما استغلتش ده ليه؟ ممكن قعد وليد ازارو لغايه اخر وقت عشان كده مثلا. أيوة. عشان السرعات. حلو حلو قوي يا اسلام، قعد ولما قعد ايه اللي وصلته كام مره؟ يعني انا دلوقتي يا اسلام مثلا عندي بلال بيلعب بدماغه كويس، عشان تيجي تحاسب بلال ده انت عملت له كام كره عرضيه؟ مزبوط. انا عندي ازارو راجل سريع، طيب شغلته كام مره مع السنتر باكين البطاقه؟ هو ده بقى اللي عايزين نشرحه للناس. ما هو ده الشكل هو الجماعي ده بقى اللي انا بكلمك عليه. انت اشتغلت على ايه كالنادي الاهلي؟ انا مش شايف النادي الاهلي اشتغل على حاجه معينه يا اسلام. مش هضحك عليك، بالعكس تماما. لما تيجي مقارنه يقول اللي انت عايزه. لما تيجي تقارن بقى في حدود الامكانيات، وانا مجهز حالات. لما تيجي تقارن في حدود الامكانيات بتاعه امبي والامكانيات بتاعه النادي الاهلي، لا انا شايف ان كابتن علي ماهر هو اللي عنده بصمات واضحه وشغل معين اشتغل عليه وراهن عليه، وكان لو حلفه التوفيق نتيجه المباراه عمرها ما كانت هتطلع بالمنظر ده. انا لازم اقول الحقيقه. اللي برضو على الجانب الاخر، لو الكور اللي ضيعها وليد ازارو كانت دخلت ما كانتش هتطلع. انا ما بقولش على فكره كلامك مظبوط صح، نفس الكلام اللي انت بتقوله لازم تقوله. ما هقول لك خلينا نتكلم كلام منطقي. بمعنى ايه؟ بمعنى ماشي اوكي، قول وجهه نظرك مفيش اي مشكله، ولكن على الجانب الاخر لو الثلاث كرات اللي جابهم وليد ازارو بس اللي انا فاكرهم الحقيقه دلوقتي، الكورتين اللي بدماغه والكره اللي برجله، كانت النتيجه هتبقى متغيره. حلو قوي، ارد عليك. اتفضل. طيب انا ما قلتش مبدئيا، انا ما قلتش الاهلي ما ضيعش، لكن الاهلي بيضيع. انت قلت ثانيه واحده، انت قلت النتيجه كانت هتبقى متغيره عن الشكل ده. مظبوط صح. مظبوط، متغيره، هتبقى متغيره، ولكن لو وليد ازارو احرز الاهداف اللي كان ضيعها، بما انك بتتكلم بتقول ان فريق امبي احرز اهداف او اضاع اهداف، كان من الممكن ان هي تغير نتيجه المباراه. بنفس الوقت الاهلي اضاع اهداف، كان من الممكن ايضا ان تغير نتيجه المباراه. مين اللي جابه ومين اللي ما جابش، هو ده التوفيق من عدمه يعني. ده مظبوط. ممكن اقول بقى وجهه نظري؟ اتفضل. الجول الاول يا اسلام انت ما بتشتغلش على حاجه معينه، والدليل ان الكره اصلا كانت في رجل لاعبي ام بي، اتقطعت فتحي عملها زي كانها بيعملها كرباج في ظهر المدافعين. مزبوط. علشان يوصل حسين او رمضان، كانت النيه غالبا لرمضان، رمضان طلع ذكي وقف فيها علشان يخلي حسين اللي جاي من ورا مش في تسلل وراح جابها جول. تمام. يعني اذا دي مش حاجه معينه انت بتشتغل عليها. طيب الجول الثاني كاونتر اتاك، فرقه خلاص فتحت بكل خطوطها، كابتن علي ماهر راهن على كل حاجه وخلاص بقت 4-4 او 5-5 وهجمه مرتده. طيب ايه بقى تاني لما تيجي مثلا تقول لي وليد ازارو ضربه الراس اللي ضيعها؟ على فكره بالمناسبه ضربه راس وليد ازارو لا يسال عنها المدرب، لان انا كمدرب مش هعلم مهاجم دولي في منتخب بلده يحط ازاي الكره ضربه راس ازاي. بالزبط. ونفس الموضوع رمضان صبحي، الكره اللي دخل فيها العمق وحطها فوق، المباراه اللي فاتت جاب جون زيها بالظبط. فانا النهارده كمدير فني في حاجات هو ما يتسالش عليها بصراحه، لكن النهارده يا اسلام لما تيجي تكلمني لا ام بي هو اللي عنده شخصيه تاني شوط يا اسلام. أوكي. مع احترام النهارده لما تيجي تكلمني، معلش هرجع بقى يا سمير اقول لك بقى ام بي اشتغل على ايه. ام بي اشتغل كابتن علي ماهر راهن على موضوع، برافو يا بلال. بص بلال بيعملها، احنا الاثنين بنعملها مع بعض، اللي الطرفين والتغطيه العكسيه الضعيفه اللي عند علي معلول، راهن على رهانين، راهن على واللي انا قلت لك عليه لما شكري بيدخل في عمق الملعب بسيوني بيروح في ظهره، وراهن على الرهان الاول كوره احمد رفعت انه هيرهق احمد اللي امامنا دي. معلش انا عاوز الحالات بسرعه يا اسلام عشان يبقى انا خلصت كلامي وامشي الكوره وامشي الحق صح ثم روح. خلاص بص، اول بص المشهد ده اتكرر كام مره؟
احمد فتحي طبعا. احمد رفعت بيشتغل مع احمد فتحي، هو الراجل ايمن يدخل لجوه يعمل الكروس في ظهر معلول، يجي بسيوني او شكري او قعود ايا كان، بس الغالبيه دايما هتكون بسيوني. محمد بسيوني برافو عليك. وتكررت. طب انت كمدير فني فين يا تقفلها من اول حته؟ بص اتكررت كم مره، رفعت بيفوت من فتحي وبيقف لجوه، المره دي ما عملها بشماله، راحت لبسيوني على الايمن اللي في ظهر معلول غالباً. التغطيه الدفاعيه انت خلي بالك دي رابع حاله في الشوط الاول بس. مظبوط. يبقى اذا كابتن علي ماهر بيشتغل على حاجه معينه، دي امكانياتي وحضرتك. انا بشتغل على حاجه. حضرتك والكابتن بلال والكابتن فتحي وضحتوا ده قبل المباراه، تمام، قلتوا ان هم هيشتغلوا على لعبه واحده بس في ظهر علي معلول. اهي بص في ظهر، لو فاتت دي كانت ممكن تخدع الشناوي وتخبط في الايم الشمال وتروح. اخر واحده اللي هي اخطر واحده طبعا بتاعت بس كررت في اول بدايه الشوط الثاني اهو، رفعت في الطرف الشمال المره دي مع مع ياسر، مين في ظهر مين؟ علي معلول. ومين اللي بيحطها؟ بسيوني. يبقى اذا كابتن علي ماهر في حدود الامكانيات اللي معاه بيشتغل على حاجه معينه بالزبط. راهن عليها بقى هنا. بص برافو يا بلال بيشاور يعني المشهد ده اتكرر كام مره يا اسلام؟ خمسه كده او سته. طيب أربعة في الشوط الأول واتنين هم في الشوط الثاني، مظبوط؟ يعني إذا أنا في حاجة معينة، في ملامح حاجة معينة أنا بشتغل عليها، مزبوط. حتى لو هي حاجة وحيدة، هي دي يا جماعة إمكانياتي. أنا ولا في الملعب، أنا كعلي ماهر، أنا ولا لعيب عندي في الملعب لعيب دولي، شاور لي على لعيب دولي عندي في الفرقة. أيوه. مين؟ ولا لعيب لعب ماتش دولي في أي منتخب، اللهم إن الأفارقة، جايز. لكن مين لعيبة؟ لكن أنت لما تيجي تكلمني رمضان صبحي لعيب دولي، صالح جمعة لعيب دولي، مروان أزارو، حسين حسين الشحات معرفش لعب مع المنتخب، لعب مع المنتخب، كله لعب الفرقة كلها لعبت دولي، فتحي معلوق. فأنا راجل إمكانياتي بتقول كده، اشتغلت على حاجة معينة. لو بسيوني كان أصاب أو الشناوي كان أخفق في ضربة الرأس بتاعت بسيوني اللي حطها والشناوي طلعها، عشان كده انا بقول لك ان النتيجه ممكن ما كانتش تطلع 2-0. اسلام انا بقول اللي انا شايفه في الكوره، النادي الاهلي ضيع ما تقولش ماشي. انا بقول لك النادي الاهلي ضيع وكل شويه يرجع يقول لي انا بشوف لا خالص، وما بقولش بامانه، بقول بامانه ان انت عمرك ما قلت لي ولا وجهت لي ولا قلت لي بصراحه. انا بقول بامانه بس انا مش عاوز اخدع، انا مش عقلاني. انا شايف الميزه الرئيسيه المين فريم بالنسبه لي اللي احنا قلناه للاستوديو اللي فات، ماشي ما تسالنيش عن الاداء بس مش بالمنظر كده يا اسلام. مش امبي اللي يفرض شخصيته عليك تاني شوط، مع احترامي الكبير لتيم امبي، فرقه بتصارع. وبرده متفق مع كابتن بلال، ما اتكلم، شوف احنا قلنا الامكانيات ايه، كل لعيبتك لعيبه دوليه وهم ولا لعيب دولي. ما تكلمنيش على ضغوط، ما هو برده عنده ضغوط، انت عليك ضغوط عشان تكسب اللقب وهو عنده ضغوط عشان يقعد في الدوري. هو حط نفسه في ازمه هو يسال عنها، ماليش دعوه دي مش قضيتي دلوقتي. امبي حط نفسه في ازمه انه بيصارع من اجل البقاء، لكن هو برضه بيلعب تحت ضغوط. نعم. انه عاوز ينجو من الهبوط ويقعد في الدوري الممتاز. يعني اذا انت عليك ضغوط وهو عليه ضغوط، بس انت لعيبتك كلها لعيبه دوليه، هو ما عندوش ولا لعيب دولي شخصيه وفرض شخصيته عليه، وما عندوش لعيبه كويره قوي يا اسلام عشان يعمل فيك كده. لا وانتوا قلتوا حضراتكم قلتوا قبل المباراه يا كابتن فتحي، اتفضل يا كابتن فتحي، انا حضراتكم انتوا الثلاثه اجمعتوا على ان في لعبه واحده بس بتتلعب. صحيح. بس ما حاجه بقى اتكلم، يعني هو فتح موضوع مهم جدا ونقدر